قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمعنى أن هذه الأسماء من خصائصها من أحصاها دخل الجنة، وليس هي محصورة بعدد 99، بدليل أنه لم يقل أسماء الله 99. لو قال أسماء الله 99، شوف التعبير هذا يختلف عن هذا، لو قال أسماء الله 99 لقلنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسماء الله 99، لكن ما قال ذاك، وإنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا كما لو قال قائل: إن لي 5 من الولد يدرسون في المدارس، فلا يعني هذا أن ليس لا غيرهم، يمكن في ناس أصغر ما دخلوا المدارس، ويمكن في ناس أكبر تخرجوا من المدارس، وإنما هؤلاء 5 يدرسون في المدارس. فقول يدرسون في المدارس هذا وصف يعود لهؤلاء 5، وليس معنى أن أولاده 5، لكن لو قال أولادي 5 إن كان صادقا فمعنى أن عددهم كم؟ 5. فهنا الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أسماء الله 99 اسما، ولا قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ماذا قال، الأول والثاني؟ الثاني، والمعنى يختلف كما بينت لكم.